نقطة أخرى تحدثنا فيها أيضا هي أزمة سد النهضة، وقلنا فيها وبرضه ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على أن أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الآسيويين. وده طبعا احنا بنقول ان احنا في 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على ايجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع اشقائنا الاثيوبيين. نحن نتفهم ان التنميه في اثيوبيا، وبنقول الكلام ده في كل مناسبه، بس بنقول ايضا واحنا بنوجد واحنا متفاهمين ده وايضا مستعدين نتعاون معاهم فيه، ان احنا هذا لا يؤثر على المواطن المصري باي شكل من الاشكال. والحقيقه انا لقيت تفاهم لدى فخامه رئيسه الوزراء على ان الدوله اللي هي الاكثر جفافا في العالم مصر ما عندهاش فرصه انها تتحمل اي نقص من الميه يصل اليها في اي وقت من الاوقات. بالمناسبه ما كانش ابدا موجود على نهر النيل عبر الاف السنين ابدا في سد موجود بيؤثر على الميه، سواء كانت الميه دي كتير او قليله. الميه اللي كانت بتنزل الحصة اللي بناخدها منها هي كانت حصة ما بتتغيرش حتى لو كان في صعوبات، وكنا بنقبل ده. إذن هو المطلوب ان احنا نصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وانا اشرت فخامة رئيس الوزراء ان احنا بذلين جهد كبير جدا في ان احنا نستفيد من كل نقطة مياه موجودة في مصر من خلال سواء كان المعالجة وعادة التدوير أو حتى من تحلية مياه البحر على البحر المتوسط والبحر الأحمر.